نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل سمير محمد من القصيم، يقول: بعدما صليت الفجر في جماعة اكتشفت بأنني جنب، فقمت بالاغتسال ثم صليت الفجر بعد الاغتسال، فهل صلاتي قبل الاغتسال كانت صحيحة لأنني لم أعرف بأنني جنب؟ الصلاة غير صحيحة ما دام علمت أنك جنب أو على غير طهارة، الصلاة غير صحيحة. لكن صلاة اللي صلوا معك وأنت لا تعلم وهم لا يعلمون صلاتهم صحيحة، أما أنت صلاتك غير صحيحة تعيدها، لأنك علمت أنك على حدث فعليك أن تعيد الصلاة كما لو صليت وأنت محدث حدث أصغر، ثم علمت بعد الصلاة عليك أن تعيد الصلاة. فالجنوب والمحدث حدث أصغر عليهما الإعادة، إذا صلي على غير طهارة ثم علم عليهما الإعادة. أما لو كان إمامين ولم يعلم إلا بعد الصلاة فإن صلاة من خلفهم صحيحة، أما هما فعليهما الإعادة. ولو تنبهه في الصلاة انفصل منها واستحلم من يصلي بهم ويكمل بهم، أو قدم واحد يعني يقدم واحد يصلي بهم. نعم، والحمد لله. نعم، شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم.